الرحمة مع الأعداء. وهذه قضية مشكلة جدا. العدو يثير الحقد في الإنسان، الإنسان يفقد أعصابه ومشاعره أمام العدو، ما يتمكن يتحكم. لا نجد فاتحا في التاريخ كان رحمة على أعدائه. الفاتح عندما يجي مشحون بالحقد والغضب والغيظ. احنا احيانا نشوف الطفل في البيت يثيرنا، طفل شوية يأذي يتجاوز حدوده، اي حالة تحدث فينا واحد يريد يدمر هذا الطفل. العلماء يسمون هذه الحالة حالة التشفي. امرأة قبل يومين او ثلاثة ايام، وهذه النقطة يجب ان ينتبه اليها المؤمن، عندما يثارون واحد ما يتمكن يتحكم في اعصابه. امرأة عندها طفلة ثلاثة أعوام قبل كم يوم في بعض هذه المناطق، الطفلة تبكي تؤذي، هاي تنفعل، المؤمن ينفعل لكن يتحكم في انفعاله. هذا تقوى تتحكم فيه، يريد أن يهجم، يريد أن ينتقم، ولكن التقوى تمنع. ولذلك أكو في الحديث المؤمن ملجم، يعني أكو لجام عليه، أكو كابح يكبح انطلاق. هذه المرأة في لحظة انفعال تدفع هاي الطفلة، وإذا بالطفلة تصطدم بالجدار، رأسها يصطدم بالجدار، يصير فيها نزيف في المخ وتسقط ميتة. طفلة عمرها ثلاثة أعوام، الآن هذه المرأة في المخفر. الإنسان شنو يصير فيه في هذه الحالة؟ هو الذي قتل طفلته. حقيقة واحد يجب أن يلاحظ وأن يفكر. وحاولت الانتحار في المخفر حزنا على ما فعلته، هذه هي النتيجة. أنا أقول إحنا، واحد في قوم إجاني أحد الشباب المؤمنين قال أنا قتلت طفلي، بيدي طفلي الرضيع، نقلت لكم القضية قبل فترة. قال كان الطفل بالبيت قام يبكي يبكي يبكي، أنا أخذته ورميته على القاع مات. الآن شنو أسوي وما حد ما يعلم بهذه القضية حتى زوجتي؟ إحنا أمام طفل، أمام الزوجة، واحد يجي إلى البيت زوجته تثيره بغير حق، يأخذها ويرميها أرضا ويضربها إلى أن يشفي حقده. فكيف إذا واحد يكون أمام عدو كافر فاسق فاجر قتل المؤمنين حاول قتله، يتمكن واحد؟ أكو فاتح في التاريخ تمكن أن يتمالك أعصابه، أو قال أبيدوا ودمروا واقتلوا. هذا منهج اليهود اللي كان في التاريخ كثيرا ما، القتل والإبادة والتدمير. يقولون موسى في توراتهم المحرفة قتل ودمر، قتل الأطفال وأحرق البلاد، هذا موسى في توراتهم المحرفة. ولكن النبي صلى الله عليه وآله في معركة أحد قتلوا عمه، قتلوا أصحابه. لاحظوا هذه الرحمة، لاحظوا هذا القلب الكبير. هاجموه، شجوا وجهه المبارك، سالت الدماء على وجهه وبدنه، فشق ذلك على أصحابه، هذا أفضل الخليقة، وقالوا هلا دعوت عليهم، ادعوا عليهم،
فقال النبي صلى الله عليه وآله: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. انتهت القضية عند هذا الحد؟ لا. ثم رفع يديه أو دعا الله سبحانه وتعالى، ما أدري أكو رفع يديه في الرواية أو لا، المهم دعا الله، قال: اللهم اهد قومي، الله يهديهم، اللهم اهدهم، واعتذر لهم، مو فقط دعاء، فإنهم لا يعلمون. جهل ذولا، ما يدرون، ما يفتهمون، مثل طفل يأذي في البيت، الأم تريد تضربه أو الأب، والأم تقول له هذا جاهل ما يفتهم. دعا لهم واعتذر لهم. أكو في التاريخ هكذا؟ أكو عندنا؟ النبي صلى الله عليه وآله في فتح مكة في العام العاشر من الهجرة، النبي هو الحاكم وهو النبي، دخل الكعبة، دخل مكة فاتحا، وأخذ يطوف حول الكعبة. واحد من المشركين يقال له فضالة، قال: هذا خوش وقت، وقت المطاف، زحام، إذا واحد يريد يقتل واحد في المطاف قضية هينة، منو يفتهم؟ قال: أفضل وقت أجي أقتل النبي في هذه الحالة ونتخلص منه. فجاء وأخذ يقترب إلى النبي صلى الله عليه وآله في المطاف بهدف قتل النبي، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وقال له: أأنت فضالة؟ قال: نعم. قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله تعالى. فضالة قال. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله أو ضحك، في الرواية مكتوب ضحك، لعل ضحكه كان التبسم كما يظهر لعله من بعض الروايات، فضحك أو تبسم صلى الله عليه وآله وقال: استغفر الله. هذا هو، واحد يريد يغتال رئيس الدولة، انتوا شوفوا هؤلاء الذين أرادوا أن يغتالوا هذا الرجل، قتلهم، أباد قراهم، دمر عائلتهم، لأنه أراد. النبي قال، ضحك في وجهه وقال له: استغفر الله. ثم جاء ووضع يده الكريمة على صدره، على صدر فضالة، يقول فضالة: فما رفع يده حتى كان أحب خلق الله إلي. هذا الموقف، هذا الحنان، هذا الوضع، لعل النبي صلى الله عليه وآله استخدم ولايته التكوينية أو لا، ما كانت ولاية تكوينية، هو هذا الموقف من رسول الله بهره. هذا العدو الذي يريد الاغتيال يتحول النبي صلى الله عليه وآله إلى أحب الناس إليه، رحمته بأعدائه.